كان 100 مليون يحجون على 10 ملايين عشان سنين يدفعون. بالنسبة لأي شركة نعم تقدر تدفع الرواتب لأن هي قاعد تأخذ أرباح والفاتورة مالتها ما راح تروح، بس هو يصير في خلل بالشركة، في تلاعب، في تأخير، التاجر ما لخلق يعطيك عنده مناقصة شيء ثاني بيشتغل فيه، يمكن بيشتري عمارة خليك. فهذه من ضمن الأشياء اللي قلنا توحيد يوم الرواتب. يعني غير هذا اللائحة إذا تعدلت المادة 16 راح تضمن أنت سلمك الله تذاكر وشغلك في شيء. والراتب وقت. اليوم إحنا قضيتنا قلت إياها كلنا كل واحد له حلم أو خلينا نقول معاناة، لكن كلها تتفق في مكان عندما تصفر القوانين وتكون اللائحة واضحة وتم زين لو تفعيل دور إدارة تكويت المتقاعسة زين لو جاي ما راح نوصل حق اللي انتم قاعد تعانون منه. الله يعطيك العافيه وما قصرت. المعيدي تفضل.